صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صلوا عليه وسلموا. صباح الخير عليكم الزينات، كيراكم دايرين لاباس؟ إن شاء الله يا ربي كاع تكونوا غاية وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله يا ربي جبت لكم السفنج اللي تحوسوا عليه بزاف. يعني المرة اللي فاتت كي حطيت لكم السفنج في زوج مقلات بزاف بزاف قالوا لي نحتاجوا يعني في مقلة واحدة يعني نقتصدوا في الزيت ونقتصدوا في الوقت. المهم راني بحثت ومن بعد لجأت غير لواحد لاباط سحرية، قلت نجربها، إذا صدقت داكوغ، إذا ما صدقتش ما نحطهاش. المهم راني جربتها وجات يا البنات والله جات تحفة، وجا فارغ 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 من الداخل كما راكم تشوفوا. راح نشاركها معكم اليوم وإن شاء الله يا ربي تعجبكم. سهلة، ما تخمري وتعاودي ما والو، يعني عجبتني كي سهلة واقتصادية في الزيت وفي الوقت. المهم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما نبدأ البنات احتذر على الصوت تاعي، راني شوية مريضة، مثال ما عجبتني هذه الوصفة والله ما قدرت نصبر ما نحطهاش، حطيتها لكم وان شاء الله يا ربي ما تاخذوش على الصوت تاعي. المهم يا البنات، اول حاجة والسر اللي درته في هذه لاغوسيت جربتها ونجحت هي العجينة اليابانية اللي يعني مولف نخدم لكم بها. انا اليوم راني جربتها في السفنج، انا قلت لكم جربتها في داري، قلت الى نجح لي نشاركها مع البنات، اذا ما نجحت ليش ما نشاركهاش معكم، واللي ما يجربش ما يتعلمش. المهم راني جربتها. العجينة اليابانية البنات كما عرفتكم بها هي حاجة سهلة، هي جوست ماء زائد فارينة. الماء هو كاس معمر، الفارينة 3 مغارف، داكوغ، كاس معمر فارينة، كاس معمر ماء، 3 مغارف فارينة، واللي تنقص دير نص كاس ماء ودير مغرف ونص فارينة. الوغ تخلطيهم مليح مليح بالفوي حتى هذيك الفارينة تذوب تماما في الماء وما تبقاش دايره تكتلات، وتديها على النار دائما تخلطي باستمرار، يعني بلا ما تحبسي حتى تشوفيها بدات تعقد معك. يعني حاجة سهلة هاد العجينة السحرية، أنا راني سميها العجينة السحرية، لابات ماجيك، مشي العجينة اليابانية. صراحة وين ما درتها أبهرتني، وين ما درتها والله يا البنات حاجة شابة بزاف بزاف. الو نخلطو كيما كنت تشوفوا باستمرار بالفوي، تكون من الاحسن تحسيليكم باش تدخل لكم في الكوا تاع الكسرونه تاعكم، وشفتوا كيف لاباط تدخل تما وشغل تتكتل. الو تخلطي حتى تبدا تعقد كيما كنت تشوفوا، تبدا تعقد وتتكون معاك عجينه. كي تبدا كيما هكا تطفي النار وتخلطيها مليح حتى تولي ليس، مشي تخلي النار وتقعدي تخلطي فيها. كي تبدا تعقد تطفي النار وتخلطي مليح 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 حتى تولي لك رطبه، هذه هي. ومن بعد هنا راني نفرغ فيها في صحن باش تبرد لي، نفرغها ونبلاطيها مليح ونغطيها. هذه هي تكون عجينه يعني متماسكه ماشي جاريه ماشي كريمه، تتكون لك عجينه. تغطيها بابي فيلم او كونتاكت يعني يتلامس معاها باش ما ديرلكش القشره، يتوشيها الهواء ديرلك القشره وتفسد. المهم نخليها اكوتي تبرد ونمروا للسفنج تاعنا. اذا السفنج يا البنات فيه زوج مراحل دائما، المرحله الاولى هي العجينه المخمره. العجينه المخمره هي ثاني حاجه سهله، هي ماء وفارينه وسكر وخماره وتخمريهم هما الاولى. المهم هنا المقادير تاعنا هما زوج كيسان تاع الماء، الوغ زوج كيسان ماء ويكون دافئ، مغرف تاع خميره الخبز تكون معمره شويه بزياده باسكو راه البرد، اما في الفصل الصيف ديروها معمره وممسوحه داكوغ، ودروك عمروها مليح راه البرد. ودرت نص مغرف سكر ونديرو كاس تاع الفارينه ونخلطو كلش بالفوي. الوغ شادرنا زوج كيسان تاع الماء، كاس تاع الفارينه، مغرف تاع خميره الخبز، ونص مغرف سكر. البنات اللي راهم يقولوا ليكم تهركي تهدري بزاف حرام عليكم، انا راني نشرح لكم ونفهم فيكم تالمو، يعني شوفوا راني مريضه مانيش قاده مي، والله راني نشرح من قلبي، ما نبغيش وحده دير وصفتي وتخسر لها، حرام عليا انا ماشي نتوما، والله يا البنات ما نبغيش وحده تقولي ربي وكيلك اي لا غوسيت خسرت لي، لا بها نشرح نيشان من قلبي. المهم هنا تخلطوها مليح 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 بالفوي هذه العجينه المخمره حتى تنحل تماما فيما بعضها. غطيتها بساشي ولا بابي فيل وزدت لها سيرفيات ونخليها تخمر من ربع ساعه ل 20 دقيقه. اذا كان عندك الحال دافي ربع ساعه تكفيك، اذا كان شويه البرد 20 دقيقه انا خليتها، حتى تشوفوها دارت هكذا فقاعات وخمرت، يعني تحسوها خمرت ودارت كميه من الفقاعات. نجو نعاودو نخلطوها كما كنتو تشوفوا بالفوي، نعاودو نخلطوها من بعد نزيد لها
كاس تاع الفارينه والساشي خميره كيميائيه والعجينه اليابانيه اللي حضرناها في البدايه. الوغ بعد ما خمرنا العجينه المخمله تاعنا الاولى شدرنا لها، زدنا لها كاس فارينه، صاشي خميره كيميائيه وزن 10 غرام، وزدنا لها كذلك العجينه اليابانيه تاعنا بعد ما تكون دافيه، ونبدا نخلط بالفوي هكذا، نخلط 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 حتى هذيك العجينه اليابانيه تنحل تماما في العجينه المخمره تاعي. هذه هي. هنا نزيد لها زوج مهارف تاع الخل، الخل اختياري، الخل يساعد لنا شويه الخمور، هو يعتبر كمحسن. ونزيد الملح، درت نص مغرف صغيره تاع الملح، شتو الملح باعدت يعني ما بين الخميرات، ما بين الخميره الكيميائيه وخميره الخبز باعدت الملح تماما. الان نزيد الفارينه. البنات العجينه المخمره درت فيها كاس فارينه، وهنايا كي بديت في المرحله الثانيه درت كاس واحد اخر اللي درتها مع الخميره الكيميائيه، ودروك درت الثالث وهذا الرابع وباغي نزيد واحد، تسمى مجموع الفارينه كاع اللي في السفنجه تاعنا هي خمسه. جيسبيغ فهمتوني. المرحله الاولى فيها كاس، والمرحله الزوجه فيها ربع كيسان. داكور. المرحله الاولى فيها كاس اللي خمرنا به، والمرحله الزوجه فيها ربعه تاع الكيسان. في الاولى ديروا واحد، ديروا مع خميره كيميائيه، ومن بعد تزيدوا له ثلاثه. فهمتوا؟ يعني مجموع الفارينه في السفنج خمسه. جيسبيغ فهمتوني، واللي ما فهمتش تقولي في التعليقات. هذه هي الاولى كاس، بعد تخمروه ربع ساعه، ومن بعد تزيدوا ربعه تاع الكيسان. حاجه سهله ماهله، المهم بعدوا الملح والخل على الخميره وخلاص. هنا بعد ما كملت درت ربع كيسان تاوعي تاع المرحله الثانيه، تبدو تخبطوا خبطوا كيما هكا بيديكم. يعني هنا ما درت لكم لا ميكسور لا والو، نحتاج برك نخبطها مليح مليح، وكل ما تخبطيها اكثر كل ما يعني ما تحتاجيش تخمريها من بعد، يعني تخمريها مره واحده فقط. انا هذه درتها الصباح وقعدت ندير في شغالاتي، ومن بعد وليت لها بعد ما كملت الفطور ولينت الكوزينه تاعي، عاودت وليت لها وقليتها مباشره. المهم تخبطوها مليح، حاولوا تخبطوها مليح مليح. ومن بعد نجيب ساشي ولا بورت مونجي، المهم حاجه محكمه الاغلاق كيما نقولوا. انا خيرت ساشي ونصحكم بالساشي، تغلقوها ما تخلو حتى فتحه، ما تخلو حتى فتحه دخل الهواء كيما هاك، وتغلقوا مليح 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 وتزيروا هاكا باش تخمر لكم مليح، شغل تزيد تدلك روحها بروحها. هذه المرحله تيفيتي لك باش ما تضليش تهودي فيها وتعاودي تخمريها وتعاودي تهوديها وتعاودي تخمريها. هذه طريقه تاع الساشي، شغل دلكتيها بالبيتخام ونخليها تخمر تماما. بعد ما درتها في الساشي نخليها تخمر، نعطيها الوقت، ديريها بكري وديري حسابك قصاش كي باغي ديريه وخليها تخمر. يعني هي ساعه تكون خامره من تعطيها الوقت، المهم زعما ماكسيموم زعما الساعه تكون خامره جيد جدا. هنا لاحظوا كيفاش يعني خمرت خمرت حتى هذيك لابواط يعني انحلت. المهم هنا حلوا لابواط غير بشويه باش ما تصرالكمش انفجار، وتجبدوا الساشي تاعكم، شوفوا كيفاه تلقوها يعني مزيره. هذه المرحله يا البنات ولا هذه الطريقه تاع الساشي كي شغلك ودلكتوها بالبيتخا، يعني تعوض لك ديك تاع طلعيها وعاودي فشيها وعاودي فشيها وعاودي فشيها. المهم اللي دير هذيك المرحله وتقعد تفش في لاباط يعني ماهيش خاطئه، بالعكس ناجحه وممتازه، ولكن حنا نحوسوا على التسهيل مادام يعني كاين بعض البنات يحوسوا غير الحاجه السهله. يعني نحسن عاونهم، كاين اللي عاملات، كاين اللي ما عندهمش الوقت، كاين كل واحده وظروفها. المهم نعطوهم هاد لي زاستيس. من بعد نقلع هذيك العجينه ونفرغها في بلا مدهون بالزيت، بلا مدهون بالزيت، ونفرغ هذيك العجينه تحسوها كيما سلايم، كيما السلايم اللي يلعبوا به الاطفال. يعني هذيك لاباط تجي بزاف حلوه، هي تتلاصق مي يعني ما تغبنكمش في اليد بزاف، هي تلقوها إلاستيك مي ما تلصقش في اليد بزاف. عاونوا وليديكم غير بالزيت، تكونوا دهنين البلا بالزيت. مي انا ننصحكم البنات، شوفوا انا البنات درتها هنا كويرات، مي ننصحكم ما تكوروهاش، خلوها هكا كعجينه كامله وغطوها وبدو تقطعوا بشويه، دهنوا يديكم بالزيت تقطعوا بشويه. خطرش عليه انا يعني راني قطعتها كما كنتو تشوفوا، ولكن عاودت لصقت فيما بعضها، عاودت يعني ولات لي عجينه واحده. تما كون خليتها عجينه في البدايه خير خير، يعني بالوحده وتقعدوا. مي من بعد كي جيت في النص عاودت لايمتها وليت نخدم ديريكت، عاودت يعني كاع جمعتهم وليت نخدم ديريكت بيسكو عاودت كسلت ولصقت فيما بعضها. هنا ضروري تغطوها بساشي، سواء تقطوها سواء ما تقطوهاش، ضروري تغطوها بساشي كيما هاك وتخلوها، ومباشره تجو توجدوا الزيت تاعكم. هنا لاحظوا البنات اني دايره مقلاه واحده كما شفتوا في العنوان، مقلاه واحده. شوفوا هنا شاني درت لها، راني درت لها طاوه طاوه ولا مغرف ولا حاجه ولا كاس، المهم ما ديروش حاجه تاع زجاج زجاج باش ما تتكسرش،
حاجه اللي ترفد الحمان. وراني دايره طاوه ورافده فوقها الليد تاع المقله شغل معوجتها شويه فقط ماشي بزاف، راكم تلاحظوا يعني ما تبانش خلاص بلي هي عوجه. قد ما الزيت يميل قليلا، ما نحتاجش الزيت يميل بزاف، يميل قليلا، تبقى لي جهه شويه ناقصه وجهه شويه عاليه، يعني ماشي جهه ما كاش فيها الزيت وجهه فيها بزاف، نو يعني كيما نقولوا اختلاف بسيط، وحده ناقصه على وحده، هذه هي. ونجيب هنا بلاطو نوجده، نحط فيه سفنج تاعي، ندير فيه ورق ماس بنصيبه واجد، ونمر العجين تاعي. ندهن ليدي هكا بالزيت، يعني ما تخافوش فقط دهنوا ليديكم بالزيت خاصه المبتدئات، الزيت هو اللي يعاونك. وترفدي العجينه تاعك وتحليها، تحليها عادي وترقيها، نقول لكم رقوها باش تجيكم ما يجيش السفنج تاعكم معجن. المهم كي ترفدوها تحطيها مباشره فوق الجهه اللي فيها الزيت قليل، هنا ديجا راني نقلتها في البدايه، تحطيها في الجهه اللي فيها الزيت قليل وتخليها. كي تشوفيها صفارت من تحت، صفارت من تحت، تلزيها للجهه اللي فيها الزيت بزاف وترمي عليها الزيت، الزيت ما ترميهش عليها حتى تلزيها للجهه اللي فيها الزيت بزاف. نعاودوا حبه واحده اخرى باش تركزوا معايا. شوفوا نقلبها هنايا، يعني انتفخت ما شاء الله كشغل درناها في زوج مقالي. نجيب العجينه تاعي نحلها مليح ونرققها باش ما يجيكش غليظ، وديريه في الجهه اللي ما فيهاش الزيت بزاف وتخليها، ما ترميش عليها الزيت. الان نقلع هذه اللي طابت، شوفوا كيفاش تجي منتفخه ومخمره ما شاء الله، شوفوا كيفاه هكذا، ونديرها فوق ورق مص. هنا بعد ما كنت تشوفوا صفاره لي من تحت الحبه اللي درتها بالجهه الزيت اللي فيها قليل، نلزها اكوتي ونرمي عليها الزيت. وروحوا عند اللي يبيع السفنج ولاحظوا انه ينقل الحبه تاعه، انا هذه شفتها مي يعني ما شغل مديت فيها ما رديت، شفتها عند السفنجي باللي ينقل الحبه وما يحركهاش حتى من ينقلها، مي مديت فيها ما رديت. مي مع التجارب تاعي بديت يعني نكتشف بشويه بشويه، وان شاء الله نوصل للنتيجه الممتازه اللي تكون اسهل واحسن من هذه. المهم لحد الان هذه راهي عجبتني بامتياز هكذا. ومن بعد نقلبها بعد ما رميت عليها الزيت، نقلبها ونخليها تطيب من الجهه الثانيه، ونكملهم كامل كامل بنفس الطريقه. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوني، يعني ما نكونش يعني الشهر حتى تاعي ماشي واضح. هنا حبيت نوري لكم هنا راه باقي لي غير شويه تاع العجين. هنا كيما قلت لكم عاودت لميت العجينه، رديتها كاع وحده وليت هكذا، كل ما نبغي نخدم نخبطها، كشغل كل ما نبغي نقطع نخبطها عاد باه نقطع حبه. جيسبيغ فهمتوني، هادو كاع لي زاستيس اللي تعلمتهم راني نوري لكم فيهم لخواتاتي هكذا باش ينجح معكم السفنج. ويعني والسفنج راه امامكم، يعني بعد ما قليت يعني جا ما شاء الله ما شاء الله هايل. راح نقسم لكم حبه يجي من الفوق هكذا مقرمش، من الفوق مقرمش، كي تحس كي ترفدوا الحبه هذه العجينه اليابانيه تخفف لدرجه كبيره، ودير من الداخل شغل العجينه تحسوا درتوا لها محسن، شوفوا كيفاش تجي يعني فارغه 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 من الداخل، ومن الفوق مقرمشه ومن الداخل طريه، يعني يا البنات روعه روعه روعه. ننصحكم تجربوها ان شاء الله يا ربي، وترجعوا لي الخبر، خاصه البنات اللي قالوا لي خاصنا سفنج في مقلات واحده. وهذه كانت الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم ونالت رضاكم، وما نكونش ازعجتكم بالصوت والهضره تاعي اللي انا ما ناويه فيها غير الخير وهضره محبه. وفي الاخير ما تنسوش الاعجاب بالفيديو حبيبه قلبي، والاشتراك في القناه اللي دخلتوا جدد مرحبا بكم غاليتي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.